هل أنت قلقة من إصابة أحد أفراد أسرتك بعدوى قمل الرأس؟ هذا الفيديو سوف يوضح لك ما هو قمل الشعر وكيفية كشف الإصابة به وكيفية علاجه. القمل هي حشرات طفيلية تتغذى على دم الإنسان فقط، لونها بني متناهية في الصغر، ليس لها أجنحة لذا فهي لا تطير، وليست لديها ركب فهي لا تقفز، لديها مخالب لذا يمكنها التشبث بالشعرة بقوة. البيض يعرف باسم الصئبان، يلصق بجذور الشعر حيث يوجد الدفء والرطوبة الكافيان للنمو، وخاصة في منطقة خلف الأذن ومؤخرة العنق. فماذا عن دورة حياة قمل الرأس؟ تبدأ دورة حياة قمل الرأس حينما توضع البيضة على جذع الشعرة لتفقس بعد فترة حضانة من 6 إلى 10 أيام لتخرج منها القملة الصغيرة والتي تسمى بالحورية. لذا ينصح بتكرار استخدام منتجات قتل قمل الرأس بعد 7 أيام من أول استخدام لقتل الحوريات بعد الفقس. تنمو الحوريات لتصبح حشرة كاملة النضج في خلال 10 أيام، لذا ينصح بتكرار استخدام منتجات قتل قمل الرأس بعد 14 يوم من أول استخدام لقتل الحوريات بعد أن أتمت النضج. تبدأ الحشرات الجديدة في التزاوج، ويمكن أن تضع الأنثى ما لا يزيد عن 120 بيضة. تموت الحشرة بالغة النمو بعد فترة تتراوح من 32 إلى 35 يوماً من يوم وضعت فيه كبيضة. العدوى وكيفية انتقال القمل. ننصحكم بالحذر حين التواجد في أماكن التجمعات الكبرى كالمدارس والحضانات وأماكن اللعب والنوادي، حيث تنتقل العدوى عن طريق الاتصال المباشر بالرأس. وننصحكم أيضاً بعدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين كفرش الشعر والأمشاط وسماعات الرأس وما شابه ذلك، لأن العدوى يمكن أن تنتقل من خلالها. الأعراض وكيفية الاكتشاف. الحكة. هل يشعر طفلك بحكة قوية في مؤخرة رأسه أو في منطقة خلف الأذن؟ إذن قد يكون مصاباً بقمل الرأس، والذي يفرز لعاباً ليمتص الدم من فروة الرأس. وكلما زاد قمل الرأس زادت الحكة. لكن هل يمكن أن يصاب طفلي بقمل الرأس دون الشعور بالحكة؟ الإجابة نعم. فأعراض الحكة يمكن أن تبدأ في الظهور بعد الإصابة بقمل الرأس بمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وهي مدة كافية لتنتقل العدوى إلى أي من أفراد أسرتك. لكن انتبهي، لا يعد البحث بالأصابع عن قمل الرأس كافياً، لذا عليك استخدام المشط المناسب لقمل الرأس، الفص الدقيق خلف الأذن وفي الجزء الخلفي من الرقبة وبالقرب من فروة الرأس، ملاحظة وجود أي طفح جلدي أو خدوش على الجزء الخلفي من الرقبة بسبب الحكة الناتجة عن وجود القمل. أترغبين في معرفة الحل والعلاج؟ حسناً، اقتليه فوراً خلال 15 دقيقة. ابدأي فوراً باستخدام شامبو وبلسم موف ومشط موف المعدني أيضاً. هذا هو الحل الأسرع والمتكامل للقضاء على قمل الرأس والصئبان دون الحاجة لعزل طفلك داخل المنزل بعيداً عن المدرسة عند الإصابة. موف شامبو يقضي على قمل الرأس والصئبان خلال 15 دقيقة من الاستعمال، ولا تنسي التكرار بعد 7 أيام ومرة أخرى بعد 14 يوم من بدء الاستخدام لضمان القضاء الكامل على القمل وبيضه. وينصح بالاستخدام مع جميع أفراد الأسرة في حالة الإصابة لأي طفل. طريقة استخدام موف شامبو. يستخدم الشامبو على شعر جاف مع تجنب ملامسة العينين وحمايتهما بغطاء. توضع كمية مناسبة من الشامبو على الشعر الجاف تكفي لترطيب الشعر بالكامل، مع البدء بمنطقة الشعر في مؤخرة الرقبة وخلف الأذن، ثم يدلك الشامبو على الشعر وفروة الرأس. يغطى الشعر بالكامل بغطاء الرأس الموجود بالعبوة لتجنب استعمال اليدين في حك الرأس وتقليل التلطيخ والفوضى إلى أقل حد ممكن. يترك الشامبو على الشعر لمدة 15 دقيقة، وهي مدة كافية تماماً للقضاء على قمل الرأس وبيوضها.
يرفع غطاء الرأس ويغسل الشعر جيداً بالماء. ولا تنسي شطف غطاء الرأس بعناية. يوضع البلسم المعتاد على الشعر لتنعيمه. تعاد هذه الإرشادات بعد 7 أيام من بداية الاستخدام، ثم تعاد نفس الخطوات مرة أخرى بعد 14 يوماً. لكن انتظري، ننصحك باستخدام بلسم تمشيط الشعر موف ومشط موف المعدني بعد كل استخدام للشامبو، لأن المشط المعدني يساعد بشكل فعال في التخلص من القمل والبيض الميت. طريقة استعمال بلسم تمشيط الشعر موف لقتل القمل: توضع كمية وفيرة من البلسم على الشعر الجاف أو الرطب حتى يتشبع الشعر كاملاً بالبلسم. يدلك البلسم على الشعر بالكامل، وخصوصاً بالقرب من فروة الرأس. يقسم الشعر إلى شرائح، ثم يمشط بالمشط بدءاً من فروة الرأس، ويمسح المشط من البيض والقمل على قطعة من القماش بعد كل تمشيطة. تكرر عملية التمشيط حتى لا يتم العثور على أي قمل أو بيض بالمشط. يشطف الشعر جيداً بالماء الدافئ. يشطف المشط جيداً بالماء الدافئ أيضاً بعد كل استخدام. يمكن استخدام بلسم الشعر موف مع المشط المعدني كإجراء وقائي، أو استخدامه مع الشامبو لقتل قمل الرأس.